السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. ما تنسوش إخواني دعمونا بزر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. بالنسبة للإخوان اللي كيشاهدونا أول مرة، إذا ما عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن الاشتراكات قليلة وقليلة بزاف، مما أدى إلى تدهور المشاهدات في القناة. بشعار عاش المغرب لا عاش من خنى ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. تونس ستهجم على المملكة المغربية من جديد. الرئيس النيجيري محمد بوخاري يوجه ضربة قوية للنظام الجزائري، وهذا ما طالب به الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بخصوص أنبوب الغاز العابر للمملكة المغربية من نيجيريا. مغادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية الجزائر بعد إخبار وزير خارجيتها الحمامرة بصعوبة انعقاد القمة. المغاربة غاضبون ويطلقون حملة لمقاطعة الحول خروف العيد بهاشتاغ خليه بعبع. بعد اللقاء التاريخي لرئيس جمهورية القبائل بكندا، عصابة الكبرانة تختار سياسة الهروب إلى الأمام. وسائل الإعلام الجزائرية تتطاول على الملك محمد السادس وتمارس الكذب والتضليل تجاه المغرب. بسبب الأسد الإفريقي إسبانيا تدخل على الخط، المغرب وجه تحذيرا وتهديدا للجزائر والبوليزاريو من مقربة من مخيمات توفى. الجنرال بالخير يقود مناورات المحبس، راجمات صواريخ على مشارف الجزائر ومخيمات توفى. ألعاب البحر الأبيض المتوسط، جزائريون يفاجئون الوفد المغربي بوهران بهذه الطريقة الرائعة. فوضى خلال حفل افتتاح ملعب بالجزائر استعدادا لاحتضان الألعاب المتوسطية. للمرة الثانية الكبرنات الجزائريون يتراجعون عن قرارهم ضد إسبانيا بخصوص السياح. مباحثات استثنائية غير مسبوقة في العالم. وزير خارجية الجزائر الشمالية يتباحث مع وزير خارجية الجزائر الجنوبية، ولله في خلقه شؤون، كما قال الجدة الله يبقي السر. أحد مؤسسي جبهة صندلستان يصف قيادتها بالمتاجرة بمعاناة الصحراويين. وفد إسرائيلي رفيع المستوى يقود مشاورات سياسية مع المملكة المغربية. إسرائيل توجه هدية قيمة إلى الجيش المغربي، والجزائر تصاب بالرعب. لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية، النظام العسكري الدكتاتوري الجزائري يحاول التشويش على المملكة المغربية، والتفاصيل هامة جدا. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى تشهد أسواق بيع الأغنام والماعز في المملكة المغربية عزوفا من طرف الزبائن بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي التي تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ووسوم من قبيل خليه بابا في إشارة إلى صوت الأغنام تعبيرا عن رفضهم لهذا الارتفاع في أسعار الحيوانات. وخلال جولة في سوق جسر وهو أحد أسواق بيع الأضاحي في إقليم سطات يبعد عن مدينة الدار البيضاء نحو 90 كيلومترا، تبين وجود وفرة في المواشي لكن أسعارها مرتفعة بكثير عن السنوات الماضية. هذه السنة تصل أسعار الأكباش التي وزنها 50 كيلوغراما إلى 3000 درهم، أما الأضاحي متوسطة الجودة فيتراوح ثمنها ما بين 5000 درهم و 6000 درهم، ويبلغ سعر الكبش من نوع الجيد السردي أو البرقي نحو 7000 درهم.
وشك عدد من بائعي الأغنام خلال حديث لهم غياب الزبائن مؤكدين أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها غلاء العلف والمحروقات وبعض مواد الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل. وقال حم الهمي فلاح إن الإقبال على شراء المواشي ضئيل جدا، مشير إلى أن السلطات المحلية تبذل جهودا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بتوفير فضاءات مسيجة لعرض المواشي. ويرى فلاح آخر أن ارتفاع أسعار المواشي جاء بسبب جائحة الفيروس التاجية التي استمرت لأكثر من سنتين، وتأثر المغرب بتداعياتها الاقتصادية وكذا الاجتماعية. وأكد أغلب الرعاة أن ثمن الأكباش يعتمد أيضا على نوع السلالة المعروضة في السوق، مشيرين إلى أن السرد أو البرك من الأنواع الأكثر جودة. وقال أحمد مزيان عضو غرفة الفلاحة بسطات في حديث له إن أضاحي العيد متوفرة في الأسواق، لكن الإقبال على شرائها أصبح ضعيفا بسبب ارتفاع أسعارها. وأوضح أن أبرز الأسباب هذا الارتفاع غلاء العلف، لافتا إلى أن المدعم منها الشعير المحلية باهظ الثمن، حيث يصل سعره إلى 500 درهم للقنطار. وعلى صعيد آخر عبر عدد من المواطنين أصحاب الدخل المحدود عن عدم قدرتهم على توفير ثمن أضحية العيد، لا يمكنهم حتى شراء الأضاحي الأقل سعرا لأن ثمنها يتجاوز قدرتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل ومساعدة ذوي الدخل المحدود. ورغم دعوة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الأكباش، فإن محمد الحاج قال في اتصال هاتفي إن أضحية العيد شعيرة من الشعائر الدينية والسنة دينية منذ عهد سيدنا إبراهيم، ويجب الحفاظ عليها. غريب أمر السياسة التي تنهجها عصابة قصر المرادية. ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه أن تسحب الجزائر سفيرها من كندا بعد استقبال رئيس مقاطعة كيبيكا الكندية لرئيس حكومة القبائل المعروفة اختصارا بالماك المحتلة من طرف النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائرية، وكذا الضغط على رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لمنع دعم جمعيات جنوب إفريقيا لهذه الحركة المطالبة باستقلال حوالي 14 مليون قبيلية والذين يرزحون تحت الاحتلال الجزائري الذي تقوده عصابة جنرالات تكنت بن عكنون. حتى بدرت الجزائر في خطوة غريبة تضع أكثر من علامات استفهام في عقد اجتماع ما أطلق عليه بالدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية الكندية بالجزائر الثلاثاء الماضية، والتي ترأسها مناصفة عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ونائب وزير الخارجية المنتدب عن الجانب الكندي، وذلك في إطار كما قيل تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين. وأوضح البيان بين الطرفين أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين الجزائر وكندا والارتقاء بالعلاقات الثنائية على أعلى مستويات، بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانيات الكبيرة التي يزخ بها البلدان. وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما لنوعية العلاقات السياسية القائمة بين الجزائر وكندا، واتفقا على ضرورة مواصلة وتعزيز الحوار السياسي من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، خاصة مع انفراج الوضع الصحي حاليا المتعلق بجائحة كوفيد-19 التي كانت سببا في تباطؤ وتيرة التعاون الثنائي. إلا أن ما يدعو إلى طرح أكثر من علامة استفهام من خلال الاجتماع المبهم هو لماذا اختار الكبرنات هذا التوقيت بالضبط، أسبوعين فقط للحدث المرتبط بالاستقبال التاريخي لرئيس جمهورية القبائل فرحات مهني وحكومته بالمنفى من طرف المسؤولين الكنديين البارزين، علامة استفهام. ولماذا لم تكن للعصابة الجرأة في طرح موضوع الساعة أمام نظرائهم الكنديين المتعلق باعتراف حكومة الكيبيك بجمهورية القبائل بعد الاستقبال الرسمي لفرحات مهان رئيس الحكومة القبائلية التي تضم 9 وزراء ضمنهم امرأتان؟ تطرق في فرحات مهان مع حكومة الكيبيك إلى المعاناة التي تضعها القبائل، وقال إننا منعنا من هويتنا ولغتنا وثقافتنا القبيلية، وتم تسرق
فقط ثرواتنا الطبيعية، نحن نحكم اليوم مثل المستعمرين بل كأجانب في الجزائر. مضيفا، نعلن اليوم تشكيل حكومتنا المؤقتة، وذلك حتى لا يستمر تحملنا للظلم والاحتقار والمهينة والترهيب والتمييز المتواصل منذ 1962 تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا. ويبدو أن كبرانات الجزائر اختلطت عليهم أسماء الأقاليم المكونة لدولة عظمى قائمة بذاتها اسمها كندا، واختاروا نهج سياسة رأس النعامة المغمور في الرملة عندما يتعلق الأمر بحدث تناقلته كبريات الصحف العالمية، معتبرين أن دولة كيبيك دولة وكندا دولة أخرى، لا يهم بالنسبة لكهنة قصر المرادية الذين أصبحوا مادة للسخرية مسجلة عالميا، لا يفرقون بين الذل والكرامة. هذا هو حال عصابة مستمرة في الفضائح حتى إشعار آخر. تستمر وسائل إعلام جزائرية في ممارسة تضليلها وكذبها تجاه المملكة المغربية الشريفة، ضاربة عرض الحائط الثوابت المهنية المؤطرة للصحافة والإعلام. وفي هذا السياق، ادعت ما يسمى قناة الجزائر الدولية كذبا وتضليلا ان هناك دعوات للتظاهر والاعتصام امام السفارات المغربية للمطالبة باسقاط ما اسمتها نظام المخزن. وعلق الصحفي مصطفى العسري على ذلك بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقولها: دعوات لم تسمع بها قنوات الجزيرة، بي بي سي عربية، وفرانس فانكارت، أورونيوز، والسي ان ان، ووسائل الإعلام الإسبانية التي تتابع كل صغيرة وكبيرة في المملكة، فقد سمعت بها شبكات الإعلام الكبرى في الجزائر. انطلقت الاثنين الماضي مناورة الأسد الإفريقي 2022 بمشاركة 18 دولة بشراكة بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية القسم الإفريقي أفريكوما، التي تعتبر أكبر وأضخم مناورة عسكرية تشهدها القارة الإفريقية كل عام وتستمر إلى غاية 30 يونيو الجارية. وأوردت صحيفة الموندو الإسبانية إن هذه المناورات التي تجرى بقيادة المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة عدد من البلدان الإفريقية تعتبر رسالة قوية موجهة لخصوم المغرب وعلى رأسهم جبهة البوليزاريو والجزائر، وهما حليفان يعتبران العدو رقم واحد للمملكة المغربية. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إجراء هذه المناورات على مقربة من معقل جبهة البوليزاريو والحدود الجزائرية هي بمثابة رسالة مزدوجة، وأن هذه المناورات تثير اهتماما متزايدا بالنظر لحجمها وإجرائها بالذخيرة الحية وبمشاركة أقوى وأعتد الدول في العالم. من جهتها، قالت صحيفة الشرور أقصد الشروق المقربة من دوائر الجيش الجزائرية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، إن تدريبات الأسد الإفريقية تجرى تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشهد مشاركة إسرائيل لأول مرة إلى جانب 15 دولة أخرى. نفذ الجيشان المغربي والأمريكي الثلاثاء الماضي مناورات بالمدفعية الثقيلة في منطقة غراير الهيبي على خط التماس عند الحدود مع الجزائر، التي عاشت على إيقاع تدريبات مكثفة وقصف بواسطة راجمات الصواريخ هيرمارس الأمريكية المصنفة في خانة أقوى المنظومات الصواريخية في العالم. وتوجه مسؤولون عسكريون مغاربة وأمريكيون رفيعي المستوى إلى منطقة المحبس للوقوف على التدريبات التي أجريت بواسطة نظام الصواريخ المدفعي عالي الجودة التابع للجيش الأمريكي هيرمارس وعربات الهاودز القتالية المدرعة ذات الدفع 5A901M التابعة للجيش المغربي. وترأس الجنرال دوكول دارمي الفاروق بالخير المفتش العام للقوة المسلحة الملكية المغربية الباسلة وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال الأمريكي أندور إيم نائب القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا مناورات المحبس، بالإضافة إلى عدد من الضباط الساميين المغاربة والأجانب.
وكشف الكوموندان إسحاق سالم عن قيادة عمليات الأسد الإفريقي في تصريح لها أن تدريب منطقة غراير الهيبي التابعة لشبه قطاع المحبس يتضمن تمارين مختلفة. وفي معرض حديثه أورى سالم أن التمرين الأول يهم القوات المحمولة جوا وإجراء مناورات مشتركة عسكرية، فيما الثاني تمرين جوي ستستعمل فيه الذخيرة الحية عبر القصف أهداف معينة. وقال الكولونيل هشام العمراني قائد العملية العسكرية في قطاع المحبس في تصريح لها إن التعاون العسكري الأمريكي المغربي يتعزز سنة بعد سنة، مبرزا أن المناورات العسكرية ترم تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة للقوات المسلحة الملكية المغربية. وأورد العمراني أن هناك مجموعة من التمارين ذات الطابع الهجومية والدفاعية، بما في ذلك الإنزال الجماعي وإنزال المعدات والتمارين المشتركة للقوات الخاصة، بالإضافة إلى تمارين تهم سلاح الجو. وتعتبر المحبس من أهم المناطق العسكرية بحكم وجودها على بعد أقل من 40 كيلومترا من مخيمات الدل والغبرة والعجاجة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود الشرقية للمملكة المغربية. وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي ضمن مناورات الأسد الإفريقي في قلب الصحراء المغربية وبالضبط في منطقة المحبس مكسبا حقيقيا للمملكة المغربية الشريكة، إذ أن البوليزاريو لطالما ادعت قصف منطقة المحبس في إطار أخبار زائفة تروج خرق وقف إطلاق النار. وتعزز التمارين قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة ودعم الاستعداد الاستراتيجي العسكري للولايات المتحدة للاستجابة للأزمات والطوارئ في إفريقيا حول العالم. وبميزانية قدرها 36 مليون دولار يجمع الأسد الإفريقي لهذا العام 7500 جندي من البرازيل، تشاد، فرنسا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى. وفي البرنامج تدريبات بالذخيرة الحية، مناورات عسكرية جوية، ودخول قصري مشترك مع الميداليين خلال تمرين ميدانية، بالإضافة إلى تمرين استجابة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية. وحشد هذا التمرين العسكري بقيادة فرقة العمل الخاصة بأوروبا الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي 80 طائرة دعم وقوتين بحريتين ووفد من 28 مراقبا دوليا. ويهدف التمرين إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والمنظمات المتطرفة العنيفة، وهو ما يخدم المصلحة العامة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الشريكة الإفريقية. فاجأ العشرات من الجزائريين الوفد المغربي بمطار وهران على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وحظي الوفد المغربي باستقبال حار من قبل العشرات من الأشقاء الجزائريين الأحرار الذين صفقوا للوفد المغربي مرددين عبارة خاوة خاوة. وفي الوقت الذي صفق الشعب الجزائري للوفد المغربي فإن سياسة الجزائر حالت دون وصول مباشر للوفد المغربي إلى الجزائر، واضطر الوفد المغربي إلى التنقل من المملكة المغربية نحو الجمهورية التونسية ومن الجمهورية التونسية إلى الجزائر بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوية في وجه الطائرات المغربية والمرقبة مغربيا. ويشارك المغرب في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بهدف حصد ميدالية ذهبية واحتلال مركز مشرف. وتجرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو والسابع يوليوز 2022 بمشاركة 130 رياضي مغربي من مختلف الفروع. شهد ملعب سيق بوهران الجزائرية فوضى عارمة عرفها الملعب خلال حفل افتتاحه استعدادا لاستقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي ستجرى انطلاقا من يوم الجمعة 25 وحتى 5 من شهر يوليوز المقبل، أقصد كرة القدم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو المنتشرة على نطاق واسع اقتحام الجماهير لملعب سيق وتسابقها فوق أرضيته في كل الاتجاهات،
وتناقل كذلك المتابعون مقاطع فيديو وصورا توثق لحالة الفوضى التي شهدها الملعب، ما خلف ردود أفعال بين فئة تناولت الأمر بكثير من السخرية وأخرى عبرت عن استيائها للضخة التي تعرضت لها صورة الجزائر تنظيميا قبل أيام من بداية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم قد أسفرت عن وقوع المملكة المغربية في المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر، فرنسا وإسبانيا. للمرة الثانية تواليا كبرنات الجزائر العجز يتراجعون عن قرارهم ضد إسبانيا بخصوص السياحة، حيث بعد إعلان السلطات الجزائرية عن قرار تعليق السياحة مع إسبانيا عادت لتتراجع متباكية مرة أخرى. وزعم النظام العسكري الديكتاتوري العجوز الجزائري أن التعليمات التي كانت قد أعطيت لوكالة الأصفار لم تكن رسمية، مبرزا أن المسألة تتعلق بوجود سوء فهم. ووفقا لما تم تأكيده من طرف مصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لأوروبا بريس الإسبانية، فإنه لم يكن هناك أي إشعار رسمي بهذا الخصوص. هذا وأوضح خوسي مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية الإسباني أن الأمر يتعلق برسالة صدرت عن سلطة إقليمية. هذا وأنكر الاتحاد الوطني الجزائري لوكالة السياحة والسفر في بيان له إعطاء أي تعليمات بتعليق السياحة مع إسبانيا. وأفادت أوروبا بريس نقلا عن مصادرها أن نسبة السياح الجزائريين من مجموع السياح الذي تستقبلهم إسبانيا لا يتجاوز أصلا 0.01%. يشار إلى أن الجزائر كانت قد وجهت رسالة لجميع وكالات أسفارها من أجل وقف علاقة العمل مع إسبانيا وبشكل فوري. قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن حميميرة استقبل محمد سالم ولد السالك، مضيفا أنهما قد بحثا مستجدات النزاع حول الصحراء والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي، وأن الوزير حميميرة قد جدد دعم الجزائر لأطروحة جبهة صندلستان بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر. الجزائر التي اعتبرت نفسها دائما ليست طرفا في النزاع حول الصحراء بالرغم من سلوكياتها التي تتناقض وذلك، أعرب رئيسها عبد المجيد تبون مرارا وتكرارا عن أمله أن يتواصل الأشقاء في المغرب وما أسماها الجمهورية الصحراوية لحل للنزاع في الصحراء الغربية حسب تعبيره. ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء ولا أطمع لها في الإقليم وأنها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نوفمبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد الصنادلية من معبر القرقرات تغيرت لغة الجزائر فجأة وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر وأن القضية تمثل قضية سيادة للجزائر تتعلق بعمقها الأمنية الاستراتيجية. وسرعت الجزائر من تحركاتها الدبلوماسية بعد المتغيرات الجيوستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الاعتراف الأمريكي القوي بمغربية الصحراء واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتية كان آخرها الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء والألمانية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي بها حسم المغرب لأزمة معبر القرقرات بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الإسلامية. وصف أحد مؤسسي جبهة صندلستان وزعيم خط الشهيد المعارض أن سياسة البوليزاريو المبنية على المتاجرة بمعاناة الصحراويين الأبرياء الذين أجبروا على مغادرة وطنهم منذ ما يقارب نصف قرن، واعتبر أن القيادة أهانت كرامتهم عبر التسلط والسلطة المطلقة التي تعتبر مفسدة مطلقة عبر الحكم الفردي المتسلط، كما فضح السالك أمام اللجنة الرابعة الانتهاكات الصريخة لحقوق الإنسان المبنية على القبلية والتهميش والإقصاء ضد السكان الحقيقيين للصحراء لمصلحة سكان آخرين قادمون من الدول المجاورة.
وأوضح ذات المتحدث: لما أعلنت معارضتي للاختطاف والسجون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي طالت الكثيرين من رفاقي بمخيمات تندوف وعلى أساس قبلي عنصري منحط، فكان أن تم اختطافي لأقضي سنوات طويلة مجهول المصير، مؤكدا زعيم خط الشهيد، حيث تعرضت لأبشع وسائل التعذيب والتنكيل التي لا يمكن تصورها، وتعد عائلتي هي الوحيدة الصحراوية التي عانت من السجون والاختطافات شرق الجدار. وختم قوله بدعوة قيادة البوليزاريو للحوار ومحاولة إصلاحها وإرجاعها إلى ذات الصواب عبر دفعها للبحث عن حل عبر مفاوضات مع المملكة المغربية ينهي هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أكثر من اللازم، وجعل حد لمعاناة الآلاف الصحراويين من الكهال والعجز والنساء والصبيان الذين يعانون تحت الخيام في جحيم تتجاوز درجة الحرارة به اليوم 50 درجة مع رياح السموم التي لا ترحم. بالتزامن مع حلول وزير الداخلية الإسرائيلي بالمغرب، لأول مرة يخوض وفد دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى مشاورات سياسية مع المغرب. المشاورات عقدت أول أمس بمشاركة ألوان بار نائب المدير العام للخارجية الإسرائيلية وفؤاد يزوغ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وقال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين والذي حضر اللقاء: إن الوفد الإسرائيلي يلتقي للمرة الثانية مع نظيره المغربي منذ استعادة العلاقات بين البلدين بهدف القيام بمشاورات سياسية. وكان المغرب قد وقع شهر غش الماضي بالرباط 3 اتفاقيات للتعاون بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد إلى المملكة المغربية. وفتحت هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي الباب أمام عقد هذه الاجتماعات بين البلدين، حيث ضمت مذكرة تفاهم تهم إرساء آليات للمشاورات السياسية تهدف إلى المساهمة في تعميق وتقوية علاقات التعاون متعدد الأوجه بين البلدين. كشفت وسائل إعلام إسبانيا أن المغرب يخطط لامتلاك صواريخ دليل الإسرائيلية التي لها القدرة على إصابة أهداف برية وبحرية على مسافة تزيد عن 150 كيلومترا. وأضاف ذات المصدر أن صواريخ دليل التي يمكن أن تضرب به أهدافا على بعد أكثر من 150 كيلومترا يخطط المغرب للحصول عليها لتسليح مقاتلات F-5 التابعة لسلاح الجو. وتبعدت المصادر أن المملكة المغربية تنتظر موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لاستكمال عملية البيعة النهائية، حيث من المرتقب أن تمنح السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر لعملية بيعة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرة المملكة المغربية على تنفيذ هجمات دقيقة بمقاتلات من طراز F-5. ويجري المغرب مفاوضات مع شركة البيت سيستم الإسرائيلية لشراء صواريخ كروز إسرائيلية الصنع من طراز دليلة القادرة على إصابة أهداف برية وبحرية على مسافة تزيد عن 150 كيلومترا وفق ما ذكرته صحيفة ديفونس الإسبانية. ويريد المغرب الحصول على صواريخ دليل الإسرائيلية لتعزيز قوته الجوية عبر امتلاك صواريخ كروز، وتجري حاليا المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع البيت سيستم الإسرائيلية، لكن موافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضرورية لكي تؤتي الصفقة مرها. ويسعى المغرب إلى دمج الصواريخ الإسرائيلية بطائرات F-5 الأمريكية التي يخطط لتطويرها، ويعد دليل صاروخ قصير المدى جو أرض وأرض أرض يمكن إطلاقه من خارج مدى الدفعات الجوية، كشف عنه أول مرة للعلن عام 1995، وهو مزود بأنظمة ملاحة بالأقمار GPS وملاحظ داخلية ووصلت بيانات ثنائية الاتجاه إضافة إلى باحث مزدوج لتأكيد إصابة الهدف من خلال الصور التي يبثها للطائرات، ويتم تفعيله في المرحلة الأخيرة من المسار لزيادة
تغير دقة الإصابة، ويمكن لهذا الصاروخ القوي كشف الهدف من مسافة 16 كيلومتر مع القدرة على تتبعه تلقائيا للأهداف المتحركة. انطلاقا من عقدة جنرالات قصر المرادية، يستمر النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائري كعادته في التشويش على المغرب فيما يخص احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية. وخرج النظام الجزائري على لسان وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحيم لطفي بن أحمد في محاولة جديدة للتشويش على ترشح المغرب، وذلك في لقاء مع ممثلي السلك الدبلوماسية الإفريقية المعتمد بالجزائر في إطار الترويج لملف الجزائر. وفي بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، إن هذا اللقاء يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهدف إلى وضع تحت تصرف الوكالة الإفريقية كافة الخبرات الجزائرية بين قوسين من خلال مواردها المؤسساتية والعلمية والتنظيمية من أجل دعم ومساعدة الوكالة في إنجاز مهامها. والجدير بالذكر أنه بعد أن بدأ المغرب يحصد دعم العديد من الدول لاستضافة مقر الوكالة، اقترح النظام العسكري الجزائري ترشحه ليدخل في معركة تظهر فيها المملكة المغربية هي المنتصرة بفضل تقدمها في صناعة الأدوية في السنوات الأخيرة. وبعد أن تبلورت فكرة المشروع وأصبحت رسمية، بدأ النقاش حول مكان وجود مقرها، وتقدمت العديد من الدول بطلبات احتضانها ليبقى المغرب، الجزائر، تونس هم أهم المنافسين الرئيسيين لاستضافة هذه المؤسسة الصحية. وكانت المملكة المغربية قد صادقت على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية التابعة للاتحاد الإفريقي خلال حفل أقيم في شهر أبريل الماضي في مقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا. وتهدف هذه المعاهدة إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تنظيم الأدوية من أجل تحسين الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والآمنة والفاعلة عبر القارة الإفريقية. دعا الحزب الجمهوري إلى انسحاب تونس فورا من مناورات الأسد الإفريقي 2022 الجارية في قلب المملكة المغربية وبالتحديد في منطقة المحبس بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية بمشاركة الجيش الإسرائيلي. وأدان الحزب في بيانه بشدة انخراط منظومة 25 جويلية فيما صار تطبيع على أكثر من سعيد، محملا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد المسؤولية الكاملة على انتهاج سياسة تضرب في العمق التوابت الوطنية للشعب التونسي بين قوسين ودولته المنحازة إلى قضية التحرير الفلسطينية والانعتاق من نير الاحتلال. ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرينات العسكرية الأسد الإفريقي 2022 التي انطلقت في المملكة المغربية بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا بين قوسين أفريكوما. دعا الرئيس النيجيري محمد بوخاري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، لكن وفق شراكة طويلة الأمد تحترم سياسة الطاقة الخضراء. وقال الرئيس النيجيري في حوار لوكالة بلومبورغ إن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر في خط الأنبوب المخطط له والذي سيربط نيجيريا بالمملكة المغربية والذي يبلغ 4000 كيلومتر والذي يهدف إلى جلب الغاز النيجيري والذي يمثل أكبر احتياطي في إفريقيا عبر المغرب نحو الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أملي في أن يساعد مشروع خط أنبوب الغاز عند اكتماله في معالجة أزمة إمدادات الغاز في أوروبا، وقال نحن بحاجة إلى شراكة طويلة الأمد وليس تضاربا وتناقضا بشأن سياسة الطاقة الخضراء مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي الثاني يوليو وقعت شركة البترول الوطنية النيجيرية اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواسا لتشييد هذا المشروع والذي سيمر على مجموعة من دول غرب الساحل الإفريقية.
غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد أرض الجزائر صبيحة أمس بعد الزيارة التي باشرها أول أمس بعد إخباره بصعوبة انعقاد القمة. وتقدم أبو الغيد في تغريدة له على تويتر بشكره للجزائر على حفاوة الاستقبال، وأضاف كل التوفيق والسداد للجزائر في استضافة قمة عربية ناجحة نعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف. وتصدر إشارة إلى أن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون استضاف أول أمس بمقر رئاسة الجمهورية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد لمناقشة موضوع استقبال الجزائر للقمة العربية الذي بدأ بالفشل حاليا. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش شاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء أو غد إن شاء الله.